تتابعونا في الحلقة القادمة من رحلة عمر. عشان كذا لما قلت أنه السلطة مفسدة قصدت الكل وغلط أشياء، غلط اغتيال الناس إخبائهم، وهذا استمر. طيب من قرر الخروج إلى روسيا لدراستك، هم وإلا أنت اللي طلبت؟ خطط معين، انقلاب على الثورة وعلى الوطن ومدريش، هذا ما أنا بعيد منه، هذا إرهاب الدولة، مش رصيد معروف عند الناس. لكن البعض بيقول لك تكتب عن إرهاب الدولة وأنت يومها واحد من هذه الدولة. الرئيس سالم ربيع مخدوع، وأنه في جهات تلف من حوله. طيب نقدر نقول أنه من تلك الفترة بدأت ملامح الدولة تتضح أكثر؟ إذا أنت تريد تخلص من علي عنتر وتجيب صالح مصلح، أنت ما جيت، ما عملت شيء جديد. الحليف كان يدفع؟ علي ناصر محمد مرن مرونة فعلا. رحلة عمر يأتيكم في الأوقات التالية.